قال رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا ونحن وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. هذه كلها تقال لها معرفة: أنا، نحن، أنت، أنتم، أنتما. هذه معرفة، الضمائر معرفة. كذلك أسماء الإشارة: هذه وهؤلاء وهذا، كل هذه وأولئك، كل هذه معارف، كل هذه معارف. قال: وكذلك ما أضيف إليه الألف واللام: الرجل، الفرس، الدار، البيت، الكتاب. ما عرف بالألف واللام هذا واضح جدا، هذا أشهر المعارف، أن يكون معرفة. وكذلك إذا ذكرته بالاسم معروف: زيد، مكة، يعني شيء معروف بعينه، وليس رجل، لا زيد، وليس بلد، وإن مكة. فهذه معارف، وكل ما أضيف إلى هذه كذلك، مثل الكاف في الضمائر تقول غلامك، غلامنا، أضيف إليه، فهذا كذلك يكون يسمى معرفة. وكذلك زيد، أم تقول زيد، غلام زيد كذلك يكون معرفة مثله ويعامل معاملته. كذلك غلام هذا، غلام هذه، بيت هذه يتبعه كذلك. وفي الأخيرة ما عرف بالألف واللام: غلام الرجل، بيت الرجل، كتاب الرجل، كذلك يكون معرفة. نعم.